بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور أمل أمين، أستاذ مساعد بالمركز القومي للبحوث بالقاهرة، ومؤسس كيانات علمية كثيرة سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي، زي الأكاديمية العالمية لشباب العلماء ومبادرة المرأة في العلوم بلا حدود والمنتدى العالمي للمرأة في العلوم. مبادرة المرأة في العلوم بلا حدود هدفها الأساسي خدمة المجتمع بالعلوم، وأعضائها أكاديميين، أساسهم أكاديميين بينتشروا في حوالي 48 دولة، وهدفها العلم من أجل التنمية المستدامة. هدفها الأساسي التوصل لحلول للمشكلات الراهنة سواء على المستويات المحلية في أي بلد هي بتعقد فيها اجتماعاتها أو على المستوى العالمي، وبتجمع كافة التخصصات العلمية أو الاجتماعية المرتبطة بالتخصصات العلمية. من خلال المبادرة دي بنوصل مسج مهمة جدا أو رسالة للعالم، إنه يمكن التغيير بالعلوم بعيدا عن أي اعتبارات أخرى، لأنها ممكن تتم في أي دولة في العالم. طبعا ممكن الاتصال يكون مباشر أو سواء عن طريق الإنترنت في كثير من موضوعات الساعة، وبتشمل أيضا تقوية للشباب وتقوية للمرأة وإبراز للقضايا الهامة والمصيرية. رسالتي من خلال المبادرة إن هو بنتبنى نظرية الفراشة. نظرية الفراشة إن أي تغيير ولو صغير وبالذات لو إيجابي في أي مكان في العالم قد يحدث تأثير كبير على مستوى العالم. ودي رسالتي لكل العلماء، إن يجب مشاركة العلماء في إصلاح المجتمعات وخدمة المجتمعات بالعلم.